حسنا، أعرف أنك مشغول، كلنا مشغولون، ولكن المشكلة أن معظمنا مشغولون في أمور لا تثيرنا، ذات عائد مالي قليل، أمور لا تحسن حياتنا. ولذلك إليكم هذه الصفقة، سأعرض عليكم فرصة نعتبرها أروع فرصة في العالم. والآن أعرف أنه كلام كبير، ولكن إذا قضيتم معي 10 دقائق سأشرح لكم لما نؤمن بهذه الحقيقة. مستعدون؟ يبدأ هذا بشيء نقي وصحي، وبشخص بفكرة رائعة وحماس غامر. يتحول ذلك إلى شركة مذهلة بمنتجات وفرص عديدة تغير الحياة، وقد أصبحت اليوم ظاهرة عالمية تحسن صحة الملايين مع تغير نمط حياتهم بالكامل. إنها شركة Forever Living Products، والفكرة البسيطة التي سببت سطوع هذه الشركة وحوالي 9 ملايين مشروع مستقل هي أن منتجا طبيعي مفيد للصحة عالي الجودة يثري الحياة بطريقتين: أولا، ينبغي أن يحسن صحة وعافية كل من يستخدمه، وثانيا، على المنتجات أن توفر إمكانية التمتع بنمط حياة ثري ومكافئ لمن يرغب فيها حقا. والآن لنتعرف على الشخص الذي يقف وراء هذه الفكرة، ريكس مون. في عام 1978 من مكتب صغير بفينيكس أريزونا، قد طور ريكس شراب ألوفيرا فعال، وجمعه مع خطة تسويقية بسيطة تسمح للعملاء ببناء أعمالهم الخاصة حول منتج يحبونه، وكانت نتيجة شركة Forever Living Products. وفي العقود الثلاثة الماضية نمت الشركة إلى ما فوق ما تتخيله. تمتلك اليوم Forever Living Products تقريبا 200 منتج للصحة والجمال، يتم توفرها في أكثر من 125 دولة من خلال 9 ملايين شخص منتشرين حول العالم، يستمتعون بمنتجات طبيعية وصحية ومكافأة تملك عملهم الخاص. نجاح FLP يتضمن أناسا من معظم القارات والثقافات، أناس مثلك. فما الفكرة المخبأة؟ وما هو السر وراء نجاح Forever Living Products مع العديد من الناس في أماكن كثيرة؟ هيا، لديك فقط 8 دقائق لتكتشف الأمر. لForever Living Products أسباب كثيرة لنجاحها بعدد مسوقيها حول العالم، ولكن لنستفد من الوقت سأتكلم عن أهم شيء فقط: نبتة الألوفيرا هذه، إحدى الملايين التي تزرعها FLP وتحصدها وتقوم بمعالجتها في مزارعها الكائنة في الولايات المتحدة، المكسيك وجمهورية الدومينيكان. فما الشيء الرائع لنبتة الأوليفيرا؟ مجرد أنها فقط إحدى أفضل مواد الطبيعة التي يمكن استخدامها خارج جسمك وداخله؟ فلنبدأ ببشرتك. يعرف معظم الناس أنه ليس في الواقع شيء أفضل من الألوى النقية بالنسبة إلى البشرة، لأنها تلطف، تنعم، تغذي وتعيد شبابها. إنها مثل حقيبة الإسعافات الأولية للمحافظة على مظهر البشرة الصحي والشاب. ولكن الأمر الذي ربما لا تعرفه عن نبتة الألوى هي ما تستطيع فعله لصالحك في الداخل. إنها مكمل غذائي قوي لاحتوائها أكثر من 200 مركب كـ12 فيتامين، 20 معدن و18 حمضا أمينيا. وأيضا تساعد الألوى على تنظيف جهازك الهضمي، وتحافظ على جدران الأمعاء نظيفة حتى تتمكن من امتصاص المغذيات اللازمة بشكل أفضل من الأطعمة التي تتناولها. وامتصاص أفضل يعني صحة أفضل. إذن كيف تحافظ على نبتة الصحة هذه بكامل صحتها؟ عليك التحكم بكافة خطوات معالجة الألوفيرا، وهذا ما تقوم به FLP بالضبط، من الزراعة إلى الحصاد إلى المعالجة، حيث يتم غسل أوراق الألوى، قطعها إلى شرائح، كبسها لاستخلاص ذلك الهلام الصحي بأكمله، وأخيرا إجراء عملية الاستقرار ذات براءة الاختراع لحمايته من التأكسد وضمان فعاليته. ربما تعتقد أن هذه الإجراءات كافية. كلا، بل تقوم FLP بفحص متكرر لنقاء الهلام وقوامه، وإذا تجاوز الهلام هذه الفحوصات يكون جاهزا لإضافته إلى أكثر من 150 منتج لForever Living Products. مثل هذا ألوفيرا جيل، أولى منتجات Forever Living وأكثرها شعبية حتى الآن، ولكن أرجو أن تكون عطشان، إذ هناك أيضا ألوبيري نكتر، ألو بيتس أند بيتشز، وForever Freedom الذي فيه جلوكوزامين، كوندرويتين وMSM للحفاظ على صحة المفاصل، وبومستين باور المشروب المقاوم للأكسدة الكامل. Forever Living تقدم أيضا أكثر من 20 مكمل غذائي، لكل واحد منها مزيج فريد من الفيتامينات والمعادن والأعشاب والمغذيات الأخرى التي تساعد على تحقيق تغذية متوازنة. منتجات النحل الطبيعية دائما جزء كبير من ضمن منتجات FLP الغذائية. إنها تستمد غذاء عالي الطاقة تنتجه النحل ليساعد على تعزيز الأيض وجهاز المناعة. هناك العناية بالبشرة. مجموعة منتجات FLP الكاملة الغنية بالألوى بما فيها كريمات تساعد على تنظيف، ترطيب، تكييف وتلطيف الجسم من قمة الرأس إلى أخمص القدمين،
ومجموعة ألوان سونيا تتمم المظهر الأملس الطبيعي بواسطة مستحضرات التجميل المرطبة التي تحب بشرتك. وهذه الأيام جزء كبير من التغذية تكمن في مراقبة وزنك، وبالتالي لدى Forever Living Products مجموعة من المنتجات التي تم إثبات فعاليتها في المساعدة على تخفيف الوزن وتطوير مظهر أنيق بشكل معقول ودائم. وأخيرا، سواء كنت ترغب في تنظيف أسنانك أو غسل ملابسك، تساعدك منتجات FLP للعناية الشخصية على سد الحاجة. وهكذا تتحول نبتة فعالة إلى منتج من بين أكثر من 150 منتج تقدمها FLP، كل واحد منها مصدر للصحة والجمال. بعد هذه الحقائق، دعني أظهر لك الأشياء التي يقوم بها بعض الناس والتي لا تصدق. هيا لننطلق. حسناً، تعرف القليل عن Forever Living Products، وتعرف شيئاً عن فوائد الألوفيرا، وتعرف كيف أدت هذه النبتة العظيمة لخط كامل من المنتجات الاستثنائية للصحة والجمال. والآن قد تقول لنفسك: حسناً، نستخدم هذه المنتجات ونستفيد منها ونعيش حياتنا بسعادة، صحيح؟ خطأ. هكذا تنتهي قصة معظم المنتجات الرائعة، ولكن ليس هذه المنتجات فهي بدايتها، لأن كيفية حصولك على هذه المنتجات وما يمكنك القيام بها موضوع آخر تماما. انظر، لن تجد منتجات Forever Living Products هنا أو هنا أو هنا، ولكن ستجدها هنا، حيث يستخدمها شخص تعرفه يقسم على فعاليتها. وبسبب نوعية المنتجات وطريقة توزيعها الفريدة، عادة ما تجعل الناس أكثر من مجرد عملاء، ويثار فضول من حولهم حول منتجات لم يسمعوا عنها من قبل، ويسألون الأسئلة، يرغبون في تجربتها واستعارتها، ولا يمر وقت طويل حتى يسأل أحدهم رجاء كيف أحصل على المزيد من هذا. هذا باختصار طريقة تسويق وتوزيع منتجات Forever Living. بدلا من حملات الدعاية والإعلان التي تكلف الملايين، تركوا منتجاتهم الرائعة تتحدث عن نفسها، وتركوا عملاءهم ليقوموا بما هو طبيعي. يستخدم الناس المنتجات، يشهدون النتائج، يحبونها، يشاركون تلك الفوائد سائر أعضاء الأسرة والأصدقاء وزملاء العمل، وتتكرر هذه الدورة مراراً. وبعد فترة قصيرة يصبح عملاء المنتجات مسوقين لها، يبيعونها للآخرين، يقومون بتسجيلهم ورعايتهم، وكجزاء لدعايتهم الشفوية وتوزيعهم يحصل مسوقو FLP على مكافآت على الطلبيات التي يقومون بها هم ومن يرعوهم. وهذا هو سر تطور وانتشار شركة صغيرة من أريزونا الأكثر من 125 دولة في العالم بدخل يزيد عن 2 مليار دولار سنويا. اصبر معي، لأنه بقي من الزمن بضعة دقائق. النمو الذي لا يصدق ليس بالأمر المثير بخصوص هذه التجارة، لأن لكل شركة دولية ذات المليار دولار قصة نجاح عظيمة. ولكن الشيء المثير لازدهار Forever Living Products يتعلق بنمو وتطور مسوقيها وأعمالهم، والملايين من قصص النجاح التي يقصونها عليك. لأنه للبعض العمل كمسوق لFLP مجرد وسيلة رائعة لتحقيق عائد إضافي، ولكن بالنسبة للكثيرين فإنها فرصة لتغيير حياتهم بشكل جذري. انظر، عندما تستطيع اكتساب الدخل من مشتريات كل من عرضت عليهم Forever Living Products وكل من عرضوا عليهم Forever Living Products وهكذا وهكذا، ففي خلال فترة تتراوح بين 6 شهور وسنة يمكنك تحقيق دخل شهري حقيقي، وفي بضع سنوات من الممكن تطوير نمط حياة جديدة بالكامل. وهذا ما يفعله الناس الآن في اليابان، نيجيريا، ألمانيا، المكسيك، هونغ كونغ، البرازيل، النرويج، تركيا، ماليزيا، والولايات المتحدة وغيرها. أناس من جنسيات وطبقات مختلفة يبنون حياة لم يحلموا بها من قبل. لابد وأن تعترف بأنه من المذهل ما تستطيع فعله نبتة واحدة وشركة واحدة، وما يبدأ من هنا تطور إلى هذا وهذا وهذا. وكيف أصبحت قصة واحدة ملايين من القصص، وكيف آلت شركة واحدة إلى ملايين من الأعمال الناجحة المنتشرة حول العالم. حسناً، لقد انتهت الدقائق 10. شكراً على وقتك. يمكنك الرجوع إلى حياتك المشغولة الآن، أو قد تكون مستعداً لتنشغل ببناء حياة جديدة. اسأل نفسك: هل تأثرت بفلسفة ومصداقية Forever Living Products؟ هل يمكن لهذه المنتجات أن تفيدك أو تفيد أحد معارفك؟ هل أنت مستعد لبذل الجهد اللازم لتصبح من الناجحين كمسوق وموزع لFLP؟ وإن كان جوابك لهذه الأسئلة بنعم، فتكلم مع الشخص الذي أعطاك هذا العرض. هذه الدقائق 10 قد تكون مجرد استراحة لطيفة من مشاغل حياتك، أو قد تكون نقطة انطلاق لحياة جديدة تماما. القرار قرارك.